وتم اللاذار إلى أصحابه وهاله. الشاب فشخ الشباب شيب الوقار عليه به اللي كل كتاب صار افتخمامه فيه زين. واللي الشيخ المصطفى عاش عمر زين أغلف ذاته زينة تخطف الابصر ملغوف عليه واسمه خير يعرف كابر بين أهاليه في الخير اللي يشغف واللي يشغف يعطيه طبع وطبع الصفاء من بوه المتوليه محمد المصطفى والله اللي كافي والله الله. إذا له متصل عبد الله وعلى ترقد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله زيدنا. مرحبتي. ومحيي الضيف. حياك الله. معك مستمع لأول مرة هي الإذاعة ما كانت لاحق سنة. أنتم مرتكم في من أين؟ نحن إذاعة شمال تيقنت معك مصطفى السنين. والليلة لحقتكم شمال تيقنت. والله الليلة خصائصي تبارك الله. آه الحمد لله أصل الصحة. حياكم حيا الضيف ومحيي جميع المستمعين. حياك الله. لا تنقطع لا لا يتقاطع البد الأمير. اللي ينقطع الأمير. تفضل قول قهقة. ما مشكلة رقعة طلعة. كيف يقهرك؟ يقول لا طلعة. هو يقول طلعة. حد منكم اللي عنده إنتاج والله شيء يختاريه يعرضوا عليهم اللي عاد السماء يختاري. هو اسمعتنا. أيوه. حساك بعد حكيت وسويت يا البداع وقصت في البتيت لين خليت ولا شكيت. خليت أنت والله أنا حنين وقف عندي خليت أنا عبد. حنين عبد. أي ناخذ. بدي ما خلى حدا لا يجي. ايه وين خطاوها يا اسمع يا وني يا وني حسك بعد حكيت وسويت البداع وقلت في البتيت فين خليت ولا شكيت انك يا البداع في ذقاع تقدر تقاطع ما ظنيت ولو خلقها قنصيف ليش سامحني فيه بعدها سواغه انا قطعني ما قلت اني ماني شاكلني بقاطع يا الامير وليكم ودي خليت معليش انا بعد الطلاق الامير خصوصا اللي يجيب لي التيكت قاطعني في شي حق وقع على ابوه اكل ابوه يا امي دي قاطعني في شي حق خلفي خليت بعدين يجي عند التيكت انا اذا شكرا جزيلا شكرا جزيلا انا انت معي نعم راح يطلع بصه شوي تفضل شو الاختصاص الامير اللي يحكي له شوف ابو عمران ايوه والله ان شاء الله يا وراني محييك حياك الله يا خلي لك الطلب عندك نقوم متصل اخر الو 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 انت مرحبتي مرحبا وسهلا حياك الله مرحبا وسهلا حيا الله الامير الله يحييك مرحبا عبد الله محمد هي عرفتك عرفتك بخير والله الله عميك خريطه لا جمله اعتراضيه اخوي يا طلع يرجع تبي خلي شيء يتخطى حق بس التوتي وقال لي مولي عن قضية القاع على إبراهيم القريب قال له عن مهلنا لا يغلق رجاله معهم عبد الغر الحر لا يخسر شي زاد ولا حمزاد وعد يغنى حر ما يخسر شي قطة بدر بالي عدل منه محاولة انت عنه الله يا خير الله والله وشاكرين الامير وان شاء الله سنة في اذاننا شكرا وقع لقنا النهار اللي خلق فيه ما خلق بت لا بت واحد انت مولاي طرف بتوت عليه الحق اللي قد الحق لا الحق اذا بدوا في النقصان يلا نبدوا نحن نزيدوا وراث المتداول راك سبع بتوت ولا خمسه قويت الدوين للدكتور الدوين من 94 ولا يمطر لهم القذال يقول لك اصلا قاعد دلال الا ما هو صبار ايوه جاب الاخبار ايش قال؟ ما هو جاب الاخبار ما هو جاب الاخبار زين حط والله اني اصلا قاعد دلال الا ما هو صبار جاب الاخبار ايش قال؟ ما هو جاب الاخبار طب بعدها اللي بتكيس زين متصل الو والله الاذن والله الاذن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مرحبتي حياك الله زيد الصوت زيد الصوت عبد الله زيد تصل قلت لك على اني شاكر الاستاذ اللي معك. وانذار يزيدنا شوي من ذوك المستاجرات العام. المستاجرات اذا لا الله تصل طلبك ابو عمران ولا يدور مستاجر شكرا جزيلا بالنسبه لابو عمران. ابو عمران عندك طلعه فيه والله ثنتين ولد ما اقدر انا من نفسي ما عندي في شيء بال يقد عود لكن انت تسمي انه ما انت تستو للمنبر. يا حين احكي يا غير نعرف بعد انه فيه ياسم دغلزين واللي فيه زاد عقلي الزطف وتشظاف واش باش وصدمه وحزيم رد حد وقال انه شاف من تجيبه فوق نجيم وفي يا العقل نزلت مبصكة وكل لعب عليه التكة ولا تزوز البير البركة ولا تقيس البطل حاية ولا تقافي شور الجنكة يكملك فيها غاية
ايه يا سمبر. اذا يحيى عبد الله السلام عليكم، تحيه لك زايد رضيفك. نذكر هذا الشعر بالخرقل التي استضفتم فيها مدير تحرير جريده الطاري. لماذا الشعر في هذه الفتره اصبح حامل للبضاعه التي تعتمد على الترويج اكثر من المظون؟ لماذا بعض الشعراء او الادباء اصبحوا يبررون عجزهم بما يسمى الزريقه؟ انا قاعد الزريقه ماني موسمنا عاجز. ايوه. اللي الابداع ملاه ما يقدر عاجز. زين. محمد ولا في الشعر مدير الفصيح ما يقعد ماني عالم بزريقه في الغناء. زين حتى. قال ما يقدر في زرق ما هو لا الدستور العربي ولا الدستور العربي. وذيك بعض صفتك اللي قطع عدلها ولا هدارت لا عدلها المختار ولا حمل العبدي ولا هدار لا عدلها على زين حال. ولا عدلتها انا في صفقة مع الرئيس. اش كيف؟ حكمت للشيخ محمود حسن ولد دو طلست الاولى. اش كيف؟ الله بسم الله الرحمن الرحيم الوخ البيان. للرئيس انه لا يشيان تصرفنا عنده ان مد فتيان من الفتيان في الحق لا تاخذنا لومة لائم في الميدان والتعيين اصلا ما كنا ركوبا فيه وهذا بان عند عنا ولا طحنا زين حت لحراحة بالشيخ الغليان ولد دول ما منا مثله في التعليم وتبيان الحق وتجنيب الخناء مثل ما يرى في البلدان ما هو ولا هو هنا وحبست ظلما وعدوان بكرائم من اهل الفناء والعدم ولات الشيطان طغاة الحياة الدنا عارضناك ولا هي جحدان من يوم حبست كلنا شفناك رخيت وعاقب ذاك ورجعنا لك كما كنا ما حد انك راخيه معاك وين عدتم له عدنا الله عليك صفقة الله. اذا استاذ حمى يقول لك حمى يقول لك اشكرك زيد على حسن تقديمك المتميز وكما اشكر ضيف الحلقة واطلب منه ان يقدم لنا شيء من انتاج الاستاذ الدكتور يحيى والمحمد بن الهاشم وخيرت ما هي صغربي لا يتعد بعد الله مني انا ما يتعد من الهاشم لا يتعد الله من الحميري ان شاء الله ما يتعد الو الو نعم السلام عليكم وعليكم السلام مرحبتي قول معك الشريف القاري مرة خالد مرة عندي سؤال بالزراعة تفضل بالزراعة الامير هو الافغاني ان كانوا يقنوا على الاوكار يقنوا على الغاز الدلوب القنوات لماذا يصير مقنن اليوم في العصر اليوم ما يعود يوصل رساله من معاناه هذه الناس والاسعار الطالعه والزياده لكن ينقال شوف نحن قاعد قلنا الشعب اذا كامل وخلوا كارثه وخلوا يدور يدور قايل هذه الاخبار المعاناه غير هذا ما مجبور من بر لا ينحكم قال لك احنا ما عندنا ما وجعنا يصدوا تساخينا وتموا مشوا بلوتوث وتقاري حالي شكرا لاجابك تفضل المنابر ما هي متاحه لنا نحن ننتج اللي دور الشعب ومعاناته يعلم مولانا اللي مكرسين ادبنا زين مكرسين ادبنا لا لا التكريس الفضيله والمحاربه الرذيله غير هاي المنابر ما هي معطيه لنا واعرف هم اللي الشعر متحامته جهتين واحده جهه يلا تعود قاع وصيه عليه وهي واجعه عندها طلع فساده وواحده جهه اخرى الاعلام الإعلام تشبر قناة متابعتها موريتاني في الخارج وفي الداخل وبرنامج أدبي فيها وفني تعود تقدمه طفلة عمرها ما يلحق قاع 30 سنة ولا تفاصل بين سيني كر منك حال كر منك حال فاق من تحراره ولا تفاصل بينك حال تحزان ولا تفاصل بين البياض واللي جل البياض ولا تفاصل بينك حال لفتيت ولا بيك ولا بياض إذا ما تفاصل وتعود ولا تفاصل لفتوت وتعود هي تقدم برنامج واضح هذه جناية جناية تسمع واحد ثاني مشلي راسه قال تافي الميتين اقربهم ولا التبرع من الغنى تقول يا الله اني مزيان اعطينا رقمك نعدل معك حلقه وتعدل معاه حلقه يصبحوا نحن يعيطون في البرنامج ما لنا لا نجي زين الجهه الاخرى غابت دابا الكتاب الموريتاني غابت دابا الكتاب الموريتاني اذا هي راك مقبله الدوله هي مقبله على برنامج على مهرجانات الثالث المدن التاريخيه عندك انت الرابط في الادباء الموريتاني ما يعرفون احمد سامي ولا يقول لغنا ما كان ما قط استدعاوك ما قط مدعاوني لانه ما يدور الموريتان حد مغني حق حق والله شعر حق حق اللوبي يدور للدوله هم ركعنا يعني ينضموا له يتم يرسل اسامينا ويقترحنا على الدوله ولين ما ننضموا له ما هم اقترحنا والدوله مسكينه قاع ما فيها خبر النوبه قاع الشعر قاع ما فيها خبر زين النوبه فاتت الاخبار انت مالك حد فين زين حد تعرف ما يتفاش يلا خزوا بروسنا اذا ضاع بين انا لاني قاعد انت اقبل الشعراء والادباء ونقعد عندي مكتب والله هدي نقبل لكن اللي علمنا مولانا يجيد الشعر ودغنا ونمشي لاني مصلحه موريتانيا لا يشوفوا يشوفوا الداخل والخارج ما لين حيره قالوا عندهم التسبري والله نعود
مهم شيء إعلامي الآن وصل. يعني لا ينتسوا والله خلاف يسوي. ولأن لا ينتسوا أيام دون سبب مرعي ودورتهم غني دور ناس تبغينا. دورتهم غني علينا حق. إن شاء الله. أنا لا ينتسبوا ولا ينتسبوا صوتك شيء ثاني. زين حتى. إذا 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 بالمناسبة للطلعة اللي كنت لي تقول وكاتي اللي في أخبار ارتفاع الأسعار وهذا. أنا قلت هي قاعد ما هي ارتفاع الأسعار وقلت يا لا من واقع الدولة والكتب. أنا قلت الشعب ذي كامل وخلة ومشاهير وبكارز دخلة جعان يسول عن شغلة قط استاهلها ما راها وعلى عاد الدولة ثقلة والدولة ثقلة مرعاها منهوب وما هي تمثل فيه رشان الهابت ماها وبلا ضو ورمز العملة لقية ليك دفناها وخلينا والعامة محلة ونجد بتوصفار اسمها والدولة قاعد الرد على الخلة عادت باها باها ما يفصل منها حد تريل ويشفها قاعد عملك باها ما هو صيت ولا هي مشلة كركبية كركباها ولا عادت قاع الخلة لا هي تخلى ما قلناها وتعود لا الخلة لجلة وجهها مولا مولا لا حول ولا قوة إلا إذا أنا الله يتقبلني تلفز مولي تاني نحكي نهاية الله يتقبلني مولي تاني نحكي معنى أنا المشكلة ما 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 قال نزار نرفض الشعر كيمياء والسحر قتلتنا القصيدة الكيمياء نرفض الشعر مسرحا ملكيا من كراسي يحرم البسطاء ونرفض الشعر أن يكون حصانا للبسطاء والأقوياء ونرفض الشعر عتمة ورموزا كيف تستطيع أن ترى الله الماء نقبوا متصيب ألو ألو السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله زيدنا حياك الله أستاذ الكريم الله يحييك حيا حييك الله حيي كل عدد من أخلاق الحق الإعلام مرحبا بك سيدي ها اذا عزيز محمد مرحبا بك دكتور عزيز اذا يقول عن الغياب عنده مبرر لا عن الاتصال دائما ما هو موجود اها تفضل واصل استنى على ضيفه الليله انا قاعد احسب لي بعد دقائق انت 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 ما عندك راديو انا عندي راديو غير لكن قدرت احدد ايوه شوف عزيز اريد ان اقول لك ضيف الليله احمد سالم واليونس الامير واحد من الجزائريه ماشي من اي جهات مرتاح هو ذاك 16 مترات بعلي ماله ذاك ذاك عندي اسئله حوله هو من راسه انا من موريتان فر موريتان كامل موريتان فر ذاك انا تفضل سؤال عود جامع بالزرعه تفضل والله الاختيار عندي هون بعد يا انا واثق على قناه ثانيه كان عندي جاف لا نختار تقرع لي شوي تفضل برنامج بيه الضغطه ها برنامج بيه الضغطه ها هذا هل انت برنامج بيه الضغطه إيه برنامج حنشوف برنامج بيه الضبطة شو خلي قلو راهي بعد نجح أدحى بارك طاوة زيلة من البلاد لا يا أخويا لا لا تقروا لي تو هذا شقارت إنه ثلاثين منه لي أنا وينو كريس بكراع وهي الثالث مثل أولا ما يدي يو إذا شكرا لك ها سعدي حياك الله مرحبتي بالمناسبة كان يسوى عليها الناس حكى الله الناس حكى الله لك فهمت ورقاف لي أنا ولا حق لبرنامج إيش كيف ورقا والله ما نضبط كذاش الخطأ ومنين دي الشنشح لا حب رك طوفي لحم دبلح زين حتى أحمد عالي يقول لك شكرا زيد أنا لاحظ أن المساجلات بين الشعراء قليلة مقارنة بالأدب الشعبي الغنى ما السبب يعني دائما القطاع ياسر غير بالتصيح انه ما هو ياسر بالفصيح ايه انه ما ياسر بالفصيح ما حسب اللي فهمت انا يقول لك المستاجرات بين الشعراء قليله مقارنه بالادب الشعبي انا مقارنه بالادب الشعبي الادب الشعبي دائما يتقاطع يتقاطع بينما بالفصيح صعب تقاطع اه فصيح راهو في ياسر مساجله كل اللي بعطى قدم مساجلاته حق بعضنا الشيخاني السلماني يقول لك تحياتي لاخي زيد وزايد ولضيفك المبدع تحيه خاصه له الله اريد من ضيفكم الكريم ان يعطينا اطلع من الغزل ويكون من تاجي والخاص كما اطلب منه ان يشرح لنا بت اليونسي 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 يعطينا مثال والله. منه تحياتي للجميع والله الغزل ما هو وغد علي المسول عنه الغزل ما هو وغد علي المسول عنه ما اللي قطع شفت خالي قطاع خالي قطاع قد تخرج بيني أنا والخلطة ولا سبب ولا طلع من الغزل نحكاس قط نقاس في تاريخ ماضي ولين حكاته مقابلة فقعت خلطة أخرين ولين فقعوا عادوا لابد من الله ولين تنور الله وشاوبوا مولي سافروا سنعاد من ذاك طاع ايش كيف ولا قال لي الغزل نحكيها لي الغزل أنا بعد قط قلت شيء نوبة ماله ما مشي بعد اللهم فشهد اللهم فشهد حقوق قلت قلت شيء نوبة ماله
عزيز يخوف ويطمع كيف تحدي ضر وينفع. واحمد حالف عنه يقلع من عزيز الحكم وشوفي العينتين مطلع تتربع علوم الصوفي زين حتى زين حتى اول موسم. ونقول فيه بعد غزل المرحله نقول فيه ماشي بيك الصيد في التخمام بعيد واكسم الحديد راسك في التخمام ونظامك عنيد ما يسمع الكلام لابد من يحيد ويسقط الايام الشعب يريد اسقاط النظام زين حتى. ونقول فيه الشعله تذوي مقطع الدرس نقعد ونبات الليل تمام نتخمم ما ذقت المناء ما بي خوف ولا تخمام من حد اخلاقي يعقرها الا بي زين التذوام على يمه من تعمرها زين حتى. اذا لكم التصل. الو 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 انت معك محمد حمد حامر ثاني. مرحبتي استاذ محمد. نبقي دمير كانوا قط قال شيء في اخبار الثورات مثلا خصوصا الثوره السوريه كانوا قال فيه شيء وشو موقفهم اللي قاعد من الاحداث قاعد من البدايه. انا زايد شكرا. اذا قال لك كانوا قط قال شيء في الثورات والله انا اللي لاحظت ان الثوره انها مرض يصيب الرؤساء وعرفت انها تعدي وغرشت انا انها تعدي بها اللي اعداد دول الجوار هي انطلقت من تونس وعدات ليبيا بزرهم انا خط التماس معه وعدات مصر واليمن وعرفنا انها وباء يعدي لا الرؤساء ولا لا يجي الرئيس ما طيح كيف الحمى طيح وهي الثوره ما يجي الرئيس ما طيحته الا عاجين حسب مناعته زين حتى فتريله يقعد قاعد ضعيفه مناعته مسكينه لا يقوم بعد الهم وينعود مناعته شوي يقاوم يغضب بعد في النهايه اذا الشعب يوما اراد الحياه زين لا بد ان يستجيب القلب لين اخترت رياك اخترت نوصي قومنا اللي يفهموا الحسانيه قلت الثوره حد جوليها سابق ما فات نقع فيها وش بحد في خاطيها يوحد سابق ما فات وحل واذا نعد حاكم بها اشبه له يرحل ما كحل قاع في شعبه ويخليها ونخلوه احنا ما زحل زين حتى واذا كحل راه يجيها لابد لها بعد من الحل واخر حل مولي فيها الا يرحل 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 زين حتى اذا شو قلت في طلعة عرف معمر القذافي ضحايا الثورات معمر القذافي قطت حشيه في المقصود وقطت صله واستضافت الرئاسة قدر من الشعراء أهل موريتانيا من خير الشعراء الناس اللي من خير الشعراء في القصر وحاجة لأن واحد منهم تم يمتحولين قالوا ابن خيمة في الإليزة ووقف عنده وقال له لم يفعلها قبلك هارون الرشيد ضع ايه مالو شعر يا سلام حتى شعراء ما عنده مشكلة عن هارون الرشيد ما قطع الدف وتوفوا لا تموكت عند الكلمة ولا عاد رواك جات الثورة الليبية وشفنا مولي شعة القذافي هارون الرشيد مولي ما قطع الدف حتى يكتل شعب ويجي حتى نقول القذافي كيف انه حط راحلته جانا متوسط وملانا مخلط جلط به اللي تخمامه فريد من نوع وتخمامي خلط الأوراق وقلنا له عميد الحكام وقلنا له قط بالشكر المجيد ونشيدي لقلنا له عم قطف على هارون الرشيد غير مولي هذا من بط الشعب وتجويع وتشريد الشعب والعبادة مقطف على هارون الرشيد زين حتى والقفة والهير مخطط والكذب الشيء ما هو مفيد والكتايب ولسان رقط والشر وعداوة نمسين يكون اللي مثلا ما قطف على هارون الرشيد وكز قويرات المخيط ما لبسوا هارون الرشيد شوي بتبارصة تقول لك مرحبا كبير الامير والشاعر والاديب احمد سالم يونس انا زاد مودي رياضيا انت مال البارصة انت واحد البارصة والله وراني زين عندي لا ينفق عليك الريال وراني زين عندي اللي يقول كامل باللغنة وشاكر تري هو نختي نطلب منه قطاع عنده مع الخلطة فيه مسدري وسمعت عنه لا معاون فيه الله الله دايل له فيه ليت شكرا لك اذا لكن بعد عاد محذور زاد هو ما تنقل لا بعد ذاك اللي نقول قول انا سامع انا معاونين فيه معاونين فيه انا حكيت قلت لك اطلع قط قلتهم وين حكيتهم رئيس الخلطه من فقعين فقعين هو طلع وهي خارقه طفله اجتماعيا في مكان اجتماعي متاثر وانا ما نعرف ولين راد مولانا السالم وتقدم الكلام عن السلام قالت لها مملوكه بالعباره هي قالت هاي العباره هي قالت يعني مملوكه
تقول شفت العزة جات معاها مينات وعطاتك فيها للرجلي ومشات وراها الأخلاق وقطعت لها خزامة زين وقالت لي عني نزاه قلت لها محالة اللامة في جمولي لجبناها ديقة وعناد وملامة قالت لي عنها مضلوكة قلت لها يم كرام قالت لي عنها مملوكة قلت لها عني برام فصلنا لا تنفصل المهم عني طلع علينا حكيتها رأيت الخطة من فقعت وباتهم الجلجين وولوا قلت أنا عني ما أني رصيدي الأدبي ما نراجع عنه لأني لا نحفظ ولا لبعض نردمون ولا الصفر زي حد ونياك ما نرجع عنه وقالوا هم عنه فقعي هم ما ولي أرجع عنه وباتهم فقعي وولوا فقعيني عترب عبد الحميس قلت لحقك توفاي من اللعين وتغض عنك التطريمة وتجي وتجي بالمواعين وتكرر كاس وتبسيمة زي حد قالت لا طارشي ما هباس عاد مزهدني في السيمة وكرر التبسيمة والكاس ما رأيتك عطيهم قيمة زين حد قلت له اللي قلتي لا يتخطاك ما صعتي فيه التخميمة وانا راجع عن ذاك وذاك عاد رد مرأي الخيمة زين حد قلت لا تتهمني عد تتبان شوي بقصف التخميمة وذاك فقع لي من ذاك الكان وعرف عن الأخبار طميمة طميمة بعدها فتين عاد قلت لها عودانك منه ومعانا مسلة سداد وحكيمة فتعزمت عليها وأنا معروف مثل العزيمة زين حد قالت مرضايا يعلم مولانا ما نكرد له القديمة وأنا قالت لقزانة عندون مزار غليمة قلت لها لقزانة ما فيها مفاد وبلا معنى وبلا قيمة وصل قطي لأشي سداد مستها عنه تبريمة قالت السابق هذا من قيل وقال والتورينة والتقديمة لكن اللي قلت لا ما زال تخصه عندي تلقيمة تلقيمة زين حد قلت له رافدني من بلي مقصود ندور تولي الخيمة ومنين نولي بيك تعود الغيبة غيبة زين حد حليمة زين حد زين حد المهدي يا أحمد طالب يقول لك تحياتي لك أخي زيد وضيف الكريم وكيف شعوره ببرنامج حكمة الشركة أنت قد حكمتك شركة ماني ما سنة حكمة البرنامج حكمة الشركة تعرف مو ولين جيتهم عندهم السيناريو الأول انهم جايبين لي واحد باحث في الادب الشعبي ومنين نحكي شي من اللي يقول انه ما ينفع زين الى حكمت فيه فهم زين واذا ما حكمت فيه عندهم سيناريو ثاني عن الفن اللي عندهم لاهي على وذنيني انا وابوش عادة ذاك الوقت على وذني انا لاهي يتكلم هو والضيف اللي جاي معاي يتكلموا في اخبار تليفون عند الضيف ما بيطفيها وعد الفني متأذي منها وذاك يقرشهم كلامه والطابق وعدو يبدأ ويجيب ذاك موس ويدخل علينا والسيناريو الثاني سنتين حكيت طلعت لغنى فرض عليه من يعود فيه المعنى وغنى مرهود جابر مقصد وسوى مقصود وخروجه في البدء أخلانا وذرانا وتعدى حدود ملانا في خبر لمانا وفاصل كان في نقاد الشهود تعرف من هو غنانا وراعيني ماني مشحود والخلق راعي حذانا ومعانا وفطنت موعود ملانا مازال ورانا حد مراعي فيه الموزون ومراعي جانب ملانا البداع علانا يكون عدانا متيتانا زين حد لغنى ما قصد بيها خلاق عمرو لا زيد ولا تصفاق به العمر ولا زيد تفاق لا فيه الموجب جانا ولاني داير منه تطراق ولا نوده به المكانة ما يدخل اكون الصراق نحل لغنى فات فتانا فيه القافد اللي ما تضياق الاخلاق معاه ويزانا من تصريف الحي الخلاق مولانا حلة وسانا الشعر معانا ما ينضى ولغنى ما ينضى معانا زين حد لان حكايتي الطلعة قاعدة عن هذا ما ينفع ايوه عنا ما ينفع حكيت التوتي قال ان الاطن وشح انه ما هو يصلح شيء يسوي شنو هو بعد يفقع انا قال هذه قلت عنا سليم قال وفل انا غنى ما يكون مني شيء ساعه نقول يعود عاد الجمهور متلقي انا ما يكون مني شيء يتعصبوا له وحدين ويعودوا ضد وحدين لحد الحق صحيح ناس ما تقدر توافق بشيء خاصه شيء يتعلق بالذوق ذوق ما تقدر الناس توافق صحيح وهو انتاج الى عند اذا تذوق الناس في اللي يذوقوا حلو وفي اللي يذوقوا مر وذا انا ما عندي شيء قلت هاي وجهه نظر هو قلت له قلت السليم عرفوا بعد المشاركه ما كانتني بعد قاس السيناريو الثاني قاس السيناريو الثاني قام ذاك تعرف نولي لين صانع تليفون دخل عليه الفني قال له انت مره عشره قلنا لك تطفي عني تليفون خسرت لي الجيزه قال له تكني ما هي طايبه شرحوا كلمات ما هي طايبه خاو عنا الصحفي اللي هو المقدم كان مجلس لنا في الغرفه قال حين عرف ليش نوخا خلى بيني انا ومن ادم اللي لاهي كانه يقتل بالموس مش هذاك داخل في دموس تلقيت تلقيت برام صندوق قلعت منه دموس وشحيت في حزيت تميت قال نحن ما نبدا نجي الى الشركه
قلت له يا الشركة ما أدري هدفنا لا يفكى حد الله يخلق. أنا قلت له نغنى يا موغلة ما يفكى ولا جبت فلوسكم ما خلعت الشركة صاحب فلم مني أصحاب بعد سؤال إذا عبد الله يعاء شين أحد منكم التصري ماني مواسين ذا حاكم السلام. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا من معايا أخذ شيء تنتم أراضي المستمعين بيلة ليش رافض أنه تبارك الله خطوط الله عليهم مغاربين يجيبون لك ما شاء الله عادي في البرنامج زحمة دور إن شاء الله لكم اللي كامل معنا مرور وقت زيدي فولي مشوي عندك خليك أو بسرك ندير بسرح نتساري نحكي لنا لكن دي قارب خالصة مرتب أوكي الله هي شوف هي غزة تحكينك بي طلعت هلا يبدو هي مات هي طلع لي والله خياتي يقولوا يز أرفع عنكم فيد القدرة من دوليد الغزة غزة ما تحرر بعبر مصر شهد زقلنا ريان وصيام ذا العام وقبضوا ذاك العام زقلنا ياسر من الأعلام وردمناهم في الربح فرا وزقلنا دشرة فرض الشام بقات رمي خلا قبرة وزقلنا بغداد بتخمام قدرة والكوفة والبصرة وزقلنا صدام بالإعدام ما هو حد حرك شعرة ودخلنا حرب على الإسلام وتواسينا قد الدفرة ما هو راجل من بلوغا ما قام يصير أيام امرأة ما هو حد شوط بالعظام والله زبلا والله حجرة ما هي صلوة ما هو صيام ما هي حجة ما هي عمرة ما هو حد يصير الأرحام يعطي خمسة والله عشرة ما هو حد يعاون بحزام والله وزرة والله وضرة ما هو شعب يطيح نظام جايب للشعوب الكسرة ما هو حد يحرك لفة ما هو حد يدور سطرة ما هو سبة ما هو تخمام ما هو عود ولا هي بعرة ما شفتوا وسائل الإعلام ما فيكم حد اسمع نشرة ما شفتوا هذا من غلام مو من مولود على الفطرة يرضع ما فات الحق لفطام شاكلته من دم وحمرة داخلها مطرق من قدامه مرقم الشاكلته الأخرى ونيزي ما فاتت عمري تعام أقدم ياقوتها حمرة كيف الياقوت تجي في الهام لحمة سيقتها مكسرة كيف اللي كانت في الحمام الدم اللي قطرة قطرة ما شفتوا راجل من حطام مكوت ومنكوت المرأة مكتولين البارح نيام كتلة بالغفلة والغدرة ما شفتوا شعب مراقد خيام ماشي يترنح يشطرح حفاتا عراتا قدام الشمس وقدام الصمرة يا خياتي يقولوا يز زي حد كلينا إبراهيم أوباما من فيسبوك يقول تحية طيبة أخي زايد وتحية للشاعر الأدبي الكبير أحمد سالم وشكرا على البرنامج الرائع والتقديم الأروع برنامجك ناجح 100% وشكرا شكرا يا إبراهيم أوباما خليك متصل ألو السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله سيد. مرحبا معايا؟ معك عزيز المرة الثانية. عزيز شكرا تفضل بسرعة عزيز. نقدر نجيب العاد ذاتية ذاتية من المسجلات العاد بينه وبعض الأدباء الشهيرين. ونحترمه للعاد ذاتية بما أنه هو وفر أنه هو انتماء رياضي. العاد ذاتية انتماء سياسي ما هو جاحد يقوله عنده مدزيشي. لا تقل أنا فدرال شباب التكتل عزيز ولاية ترارز أقول لك ما كنت متابع البرنامج في البداية أوكي لا إجابك الضيف لا إجابك الضيف لا إجابك الضيف انتماء السياسي قلت لك عني فدرال شباب التكتل في ترارز عبد الله تم ركز الخطوط الاثنين بي اللي لاحظت برح واحد من المستمعين يقول على التاصل الخط ولا يجبر شيء لا يقول التاصل ألو مرحبا سيدتي كيف حالك مرحبا معايا بالنجاشي نعم مرحبا بالنجاشي أستاذ زيد حياك الله حياك وحيا ضيفك الكريم مرحبا بك أنا قاعد للأسف الشديد أذن استبيار لا وقت فيها الصابون غير بعد على كل حال هذا البرنامج سيء وشتني حتى به اللي ضيفك من نوع متميز صحيح أنا ملاحظ للأسف الشديد عن لا نقول عامة شعراء الجهاز الحسانية عنهم اللي قالوا ثقافة عنه ما هو ياسر حتى وعنهم دائما هم اللي يقبوا كوبي كولا من الغير القديم وتو يسموه لا فهم إبداع يعني هي هما فيها فورميلا يملاه وتو وعلى كل حال شعرك هذا أنا بعد متميز عندي به اللي مالك لا يتقاطع أبو النجاش والله أنت ما تزنقها أنا قلت لك عني وذني تبيغ لاقش فيها الصابون لا قلت عني أنا شخصيا بداية الحلقة حولت عنها بيلي قلت لها هذا ما هو شدت لي عقب رجعت لها شكيت على ليت عد حلقات تقليدية أنا حلقات باهتة دائما نسمعها هذا هو لي مواطن عنده المواطنة صحيح فهمت القيلة وعالج قضايا الطبقات المسحوقة والمطحونة بيلي احنا تعودنا على اللي نقالوا له دبا عنهم دائما مثلك مع الغزل والبكاء على الأطلال شنو الروايات اللي ما تخدم الوطن ولا المواطنين
ونختاروا ما نخطط هو انه يتعاون معنا في المستقبل عن المدرسه اللي عنده اللي ما شاريها عنهم يدغن الله يحكم المستقبل عن يصفون مشي كامل يدير التفرقه والله ضد الوحده الوطنيه والله خارج من ذوق السرير هذا رجع من يانا اللي هو مطالب منه عن الواحد زي عنه عطى عليه بالنواجذ ما هو شيء هي عايز هو احكم الذي تحكي شوف انا زين عندي عناقه عناك محاصر هذا الشرف والسام يعطيك تعلقوا على كتافك وعلى راسك واذا ما اجبرتني همرتو وارد واذا ما اجبرت مزت حي دوت تخلد لك تخلد لاولادك الله يطول شكرا جزيلا شكرا جزيلا اذا بالنسبه للاستاذ قال لك عنه حيك على حسان ريم من الفيسبوك يقول اخي زايد اشكرك على استضافه القامه الادبيه السامقه والشاعر المفرق الامير احمد سالم واليونس وود نطلب منه ان يقدم لنا مجموعه الطلع التي قالها بنصره المصطفى صلى الله عليه وسلم وتلك التي قالها بمؤازره غزه وكذلك نماذج من بت اليونسي الذي يعتبر ابداعا صرفا من بناة افكار الامير طبعا غزه فتنا حكيناهم وطلع النصره وطلع النصره شنو حكيناهم يعني نحكوا طلع المديح رسول الله عليه الصلاه والسلام والله ما قد ردوه ما الى الله ما تحرسوا قاع ما يرتبوا ومن فم العدن نقيسوا بت اليونسي ونشدوا في الاخر والله انا قلت محمد صلى الله عليه نبغيه في زر ونتوالئ ومعدل لباس ونبغيه لوجه الله تعالى زين هم عستين واحده معدل هذه هو واحده كبر لوجه الله تعالى لوجه الله تعالى محمد صلى الله عليه نبغيه في زر ونتوالئ ومعدل لباس ونبغيه لوجه الله تعالى هو صفوت صفوت عدنان وهو باشت باشت العيان وهو سيد سادتهم بان بالنور وجهه يتلال ومن متن الحجه والبرهان عنه مرسول الرسالة مكتوب على عرش الرحمن اسمه تحت اسم الجلالة زيحت وجاب كتاب الله القرآن وجاب الرحمة والعدالة وخبط بين الكفر والإيمان بحصات وخبطة فصالة زيحت ويمشي بالشرع لتهدان وفوق دون الشمس ظلالة والرجالة كامل بعنام ما تلحق له سير عالم محمد صلى الله عليه وسلم نبغيه زر ونتوالى ومعدل لباس ونبغيه لوجه الله تعالى تعالى صلى الله عليه وسلم بت استمعين صلوا للنبي خليت اللهم صل وسلم وسلم ايها الراجون منه شفاعة صلوا عليه بت اليونسي بت عدلته من اسبع متحركين خارجين في توتا في لغنى ورق متداوين كلهم في اسبع متحركين وكلهم في قطعة حرش كيل بير وبو عمرة ومريميزة وصغير اقبلت انا مدو عدلت بت اسبع متحركين وفيه قطعة يغير مولي زدته في قطعة ثانية زين حد قدعتين عادوا فيه ثنتين زين حد واحدة في بداية التفريط واحدة في نهاية إيه فات عاد التفريط فيها قدعتين وتلحد تحكيه رنت الموسيقية لا يتعفسك على انك تحيل شور أسرة البت الكبير انت مالها من غير قصد زين حد عاد من أسرة البت الكبير زين والبت الكبير قاعد لا هو اللي ياسر من أشكاله من دهر من دهر أنا نول فاصل قبل الزيادة زين قلت التوجيه هنا توجيه رواية كبيرة عندي الله لو بلني بدعت له البت وقلت ندور وقع إن شاء الله مستقبلها لا التوجيه زين لا التواصي بالخير زين و ونعرف عني قد عود قاع الكتاب دوني حالاتي عود الكتاب اللي أهمر من المواد ونعرف عني قد عود غندير الباطل قاعد بصير قاع سابقة ثمرت كالأمر لكن ثمرت به ولا انتصحت فما قولي لك استقيمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرط ولم أصم وقال الإمام الشافعي يحب الصالحين ولست منهم لعلي أنا نال بهم شفاعة وأكره من تجارته والمصائح المعاصي حتى ولو كنا سواء في البضاعة زين فهمت رجاله وخارج أم السناد السندل هذا تجيب انت بيتك مظلم تقضي فيه والنار استفاد انت من ضبه هو تشعر فيه النار حد قال شيء متعدل الا حد يقصد والله استفاد انا بعد من ذاك رجال هو نجت فيها ما غادي يدير فيها شيء زين حتى اذا عاد صادق دوريت برا جراها اذا عاد ما هو صادق أم دي نعدلو غندير مهم من هذا البيت تعدلت وقف للتوجيه وقلت فيه قدع لبالي لين يرصع واقف على خم غارق الطريق تورس العافية ضامن النفع واخضر لسع مارق الضيق شامر يحتف قودها النفع أرفع قدام الصديق زين حد سلم مرضى ما يرجع ما يجدو مزاد الغريب حر مولانا ما يتبع ما يجر حد شور الغريق قوم من راسك لا تودع سر يصب لك بين الفريق لا تعاير من خوف تنفقع يملأ يا رعاد الخنيق لا تخوف حد لا تطوع لا يهبك حد بازمامي
حد جاك بالشرع عجيب بالشرع وحد قال لقي كله كده. إذا خلينا أبو متصلين لعود الشاكي ور. ألو زيد رأس حالك. مرحبتي. شاكرك على البرنامج. مرحبا معايا. معك أحمد. مرحبا أستاذ أحمد. شاكرك. حياك الله. شاكر حتى. حبيب. اللي يقول مرحبا. شو إحنا أول البرنامج ما فلانة. اختار عيد الناس. ذاك الصباح شو؟ الصبح ميدي والنص إن شاء الله. ينعد بعادة. الصبح ميدي والنص إن شاء الله أحمد. إذا شكرا جزيلا أستاذ أحمد. نقوم بالتصل أخر. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أستاذي العزيز؟ مرحبتي سيدتي. من معي؟ ذاك هو المواطن. ها؟ مواطن مواطن. وي حكى ذاك ليش استوي؟ مرحبتي سيدتي. تحية لك الأمير. أهلا وسهلا. إيش حالك يا كباب؟ يا مرحبا وسهلا. أهلا وسهلا. ماني جاحد راسي عنك يا غارد لأن لا خليك المواطن. شفت المواطن ورك عاد ما ملاها مو لك يا معرفة. اللي لا هو واحد قاعد مواطن ما سخر منه. أنا على استضافة الأمير. الأمير شاعر ممتاز. الله يخليك. وكبر قاع من اللي تين نحن نوصفه الحقيقة. لا الحق. هو شعره مثلا شعر راقي جدا. وأمثلته هيك اللي قالها قبيلات يا. يا غير ثم شوي ملاحظة علي خويا وقدنا نقول ما دي الله أقري من الزملاء التعريض بالزملاء ما يتواسى. كيف؟ كيف ذاك اللي قدرت عن الشاعر ذاك اللي تكلم ذاك الكلام عن أمره ما قاله في التلفزة. والله والله وانا اسمع أنا ما عندي الحق نجاوب الرأي آخر. أنا ما اللي قلت قلنا له أن إحنا ورقنا قال ذا في كيف إنه حط راحلته جانا متوسط وقع ما قال اسمه أنت وملانا من أنا قلت إن إحنا قاعد قلناها كاملين وملانا من خلق وما قال اسمه اللي تحنا مفريد منه لكن لا أنت المواطن فيك المشاكل مواطن فيه المشاكل المواطن أنت فيك المشاكل وعرفنا عنك مواطن ذو مشاكل مواطن هو ما سمحت نهاية يريد إسقاط النظام هذيك الطلعة ما هي عادية بها الزين فيها الغزل وفيها السياسة صحيح وغزة هم اللي طلع علينا والنوع من الطلعة هم هم اللي المصالحة الوطنية قد سمعتها المصالحة الوطنية نبقي في سأس لا ينخي المواطن يحكي لك المصالحة الوطنية وعرف لي أنا في الزروع ها؟ لين عرض عليه شوي والله تما قيله قام يا ايه خال قال رقاج حلايا قال ايه وبينك معاه رقاج حلايا ايه ذاك ما يمشي انت زاد تلا يتعرض بحد اخر لا لا قال سوف قال رقاج قال نسيت عن شنو سوت ما جبت فيه التزهالي تعود موجم من الاول وتعود موجم من الثاني زين حد ودعتكم يلا لي انا يلا لي ها اللي تقول له مصالحة الوطنية مصالحة الوطنية عقب قال أتسيد الشيخ عبد الله عشت موريتانا 10 شهور في أزمة صحيح وهم جبهة وهم موالات وهم سيسيس وهم سيسيس جاء القذافي ونصلى عطوقيات عليك الصوت وطمعات صليت الساعة إيك الساعة إيك الليلة ما صليت ما صليت ما صليت قاعد ما قربيتي كده لما صرت تسالي للي يا فهمت ومشى وعطى ميعاد 6 ومشى ويراه هو القذافي انه عميد حكام العرب انه نحن موريتان فوق حاكمنا فالاحنا محكومين هكذا يرى نفسه ومشى وطوينا صفحته وجاء عبد الله هوات دخل خط كوسيط عاد يمشي وزير خارجي تجاني قاديدو عاد يقيلهم في الوقت يتغدهم يروحوا لين عقبنا بعد قسنا بمفاوضات برعاية شبه أممية حاضر لها ياسر من العالم دوشة عنا ما هو مذموم في واد والناس في واد القذافي راجل معدوم لا يعطي معطى الأجواد ولا يعطي كبد الحمو صوغ صلاته رأيناه وقاد قاع يزيد الفضل ويصوغ وجات مدي صربة قاد من واد وجات بشي مفهوم كل قرين وقدحوا معاد فم قرين مقدح محروم كل حزب عنده وزير وضع كل قرين وقدحوا معاد فم قرين مقدح محروم وقاس واد ودقوا له وتاد ونتر ياسر مشي مدموم والفرس والتراك والكرات جاء وجات معلاك الروم والتهديد مشير وعناد بين القوم مش ملاك يقوم قال لهم عبد الله واد كلم كلم ما هو معلوم ما هو معلوم زين حد إذا أنا خليه متصل الله ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. إذا كان الرجال محمد مسلم زين عن جمرات الدرب وشكيلي يا كفيف.
غاز ما يروي لك زندك يهودي مياش؟ ولا قاف ما يروي لك زندك يهودي ذو الأيام عندك ربو عندك صواريخ القصة غير زادوا الأستاذ الكبير الذي بتقي الشيخ دار عليه. إذا نقصوا فيسبوك مرة الشيخ باي يقول لك السلام عليكم حيكم حي الضيب الكريم أحمد سالم لعل من ما عرفنا الشيخ عبد الحافظ بابي والباية والباية على قطاع مخ الذي بأحمد سالم بيني مع الوالد الشاعر الذي بموت موت الله أكبر. قال قلت له البدع الزين ويرتام الناس تجيها على سبله بدع اللي زين بدع اللي زين ويرتام الناس تجيها على سبله بدع الوالد هذه الأيام في طريق الساحل والقبلة. قال لي نختارك يا الشيخ البزاع تتقاعس عني لعل تجبر مني أنا زادي طاع بيك بخلاقك ذاك اللي شكيه قد يخلق له تجبر مني أنا زادي طاع يبقى في أخلاقه يبقى في أخلاقه لعل لعل يبقى في أخلاقه مستصعب. قال له مستصعب القطاع معاكم وأنا خلعتني لي كله خلعت بدع البداع بدع البداع اللي حاك الله اللي عنه شوف هذا الطفل ما قدرت العاد والعرف قاطع والده من وين وين لغنا منه من حكاية أشبهنا استراح هو مقاطع والده مركيزة مركيزة لغنا موت الباي صدق لما اني والد حتى هو بانك قاعد قاطع بعد العشري اذا انا قاعد كنت ندور ويقاطعك انت والده 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 مغنيه وهي اللي فات والله عدس قاف مشهده فيها لبرور ولها احمد والباي والله قلت على برور احمد يشهد مولانا وشهاده كافي يا مولانا كافي لاحمد اللي عندك باش كافي زين حد مغنيه اذا نقوم متصل. الو السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. معايا زيد معك دعم مرة ثانية. مرحبا استاذ دعم تموت نطلب من المستمعين اللي من قطع التاسع يعطي فرصة للناس الأخرى تفضل. لا عندي طلعة بني نحكي عليكم بسرعة الوقت ما باقي منه يحسن طيبا سريعا إن شاء الله محمد سايبر الشارع أخير تقول يلي لك المرو لا خفاك تصلي وانت خلابي متوسل لك من بيك راك تشرح قلبي أخلاقي اللي تعطي من دول ليش طلبتك يكسر لي الحج للبيت وهذا ما نهشمش فيه ولا نحتاجه والبيع عشت من برج للبيت وهذا باقي في خلافي مرات مجموعة وسعود سادي وطلبتك همي يصلح يلا وعلي ينشح رجالي ونعود حبية ونعود بسادي منه خير من دون شح من رفادي نبادي واصلح يستعطي دون لح قلبي هو واخلاقي يبي لك تمر ولا اخفاك خلاقي متوسلات انجزات تشرح قلبي. اذا شكرا استاذ رايح كذا ما يغنى زحت. اذا نقوم متصل اخر. السلام عليكم. الو الو انت حياتي لك زيد حياك الله معك سفير مرحبتي بصدر نمير كيف حالك؟ اهلا وسهلا عرفتي والله. لا بد لي بعد نعرف السفير خارج من السفارة علاقتي معهم مو زين. السفير هالخلف. هذوك علاقتي بيهم زين. علاقتك لوك ما عندهم مشكلة. لا اختك تعود سفير المادة أخرانا وهي ما نراك على خير. علاقتي تعرف. اختك تعود سفير سوريا والله. دمير. دمير. اسكي صنجي المحفر. ذكرتي. ليك شفتي في الرواية الناس لا أنا ما هي لي. أنا دي منها طلعتين. ها؟ هي طلعة قايلها مديول على الشاعر من الصين هو اللي قايلها للرئيس اللي اعطاهم البحر الاخضر. قايل الشاعر من الصين؟ قالوا هذا الموريسان. انا العالم به طلعت شاعر الهند وشاعر فرنسا وقطعا هم جايات على يدي. ايه يا قرحاني لما نقول لك ذا؟ لما يرى انا وانت متعارفين ترى. طلعت محمد يحضي هيك الليله. ذكرها. ايه منين؟ هيك الليله عرفات. لا ماني قاعد اقبل اسمي انا عارفك مالك محمد نحكوها نحكوها الحرف الاول من اسمك انا اعرف انا مالك الحرف الاول من اسمك محمد قاعدوا عن زايد كذا محمد يا ولدي طلعت كلاس من اللي تقي الشيخ والله 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 يا خليك يا راني من اللي ياك جبرته ذاك البروجرام لايف تعرف محمد محمد المواطن محمد السفير شكرا يا ولدي بك سفير والله هي قالوا في الموريسان اتفاقية الصيد والعدل نحن هذا من الزر من موريتان اللي اعتبرها اعتبروا معطى خارج من موريتان اللي جاد علينا اتفاقية وما عدنا اتفاقية ونحن هذا الاخرين يقولوا اهل الحرب ما عدنا اتفاقية ونحن هذا الاخرين
نقول انه معطى قال محفوظ سيدنا ايوه ان قال شاعر من الصيني اعطاهم البحر الاخضر قال اسكي صنج المحصق عطاين الاخضر واليابس ما يحصر يعمل انه لو زرعت هو اللي لا ضبط عينه لا قوة طان البحر الاخضر هو بحر مروه لا قطع طان البحر الاخضر ما هو زرعت قام الشاعر من الهند لين اعطاهم معادن فوسفات في الشمال قال اسكي طفل الحلة عن عزمه ما ولا طانا معدن قل مثل كابر هو في الخير وذاك لا يم من الفتوة زرعت ولا راجل ريناه ما نعرف شن هو ادم ما خلاه ولا خلاته حول قام بركات الصالح شاعر فرنسيين تولى عنهم فام الجعب مع تنظيم القاعدة بلاد المغرب الاسلام في مال قال اسكي فارس الفريق الصديق الشقيق ما رينا وقت الضيق ينعرمه هو ومحق درهاب محيقنا عتيه القوة ومدرب مخاليق مولانا في الهوة زين عندي محمد جد يقول لك السلام عليكم أخي ضيفك الكريم المبدع والشجاع المزيد من العطاء ليتراوى إحياء الأدب في الجيل الجديد وأحب أن أعرف إذا كنتم تقومون بإعادة البرنامج ومتى عادة البرنامج الصبح ميدون نص إن شاء الله تعالى ظهرا بتوقيت نواكشوط بس طامي تتاه تحية عطل أخ العزيز زيد ولإضافك الكريم أصبح أنا مغني اليوم في المجتمع الموريتاني غني من أجلياك ليحصل الأموال يتخلى عن دوره وهو كل معلم يعالج الأشياء وكان مغني هو الأصل صوت المواطن اليوم تقلبت الموازين توافق الرأي والله لما وافق الرأي إذا وافق الرأي الشاعر إبراهيم محمد أحمد يقول أهلا بك وضيفك أخي الغالي أحمد سالم فهو أديب حقيقي وله إبداعاته الخاصة والتي تجاوزت بحور الأدب الحسن التقليدي كلها إشادات شو هذا عدد إسقاط للقاس البسطامي ذيك هي قضية عدد إسقاط الإشواب سمعت معدل واحد الصحفيين والله حلقة بانت متعلقة بالصحافة أنا ما تابعت في الوتة وفتحت الإذاعة أحس قال لهم أن الصحافة يعانوا من مدة إشياتهم حاسة عنها ما هي مستمرة في ولا هي جاد عليها راكبين موجه متخطين ويتكسبوا بيها وبالتالي هم يتخسروا على الصحافه الاخرين اللي جاد عليهم ذولي هم اللي يبقوا زين حتى ونعم الدعابره وتوفهمنا من طريقها نفس ينطبق على هذا هو احنا راك تقود لنا مده فاهمه هي انها خبر هي تحلاك الطياير من الغنى بعد صعيب وتوف مثل هذا الغنى التلف اخفيه عارف انه ماشي ما باقي لها ديوان لا ولا ذاكره شعبيه الغنى وعبد الله احد مشينا السلام عليكم الو الو نعم السلام عليكم السلام معايا مواطنه مواطنه تيجي تراك دغري انا ما نقدر نرقد عندي الحرقه ديال الزين خليك تفضلي مواطنه كل ليله بعد السهران يقال الحرقه روعه الله يخليك نختار الشعر سمعنا قصيد غزه يختم بها طلعت غزه يختم بها ان شاء الله ايوه ان شاء الله هنا يتقوى اول مره نتصل اي قناه واي برنامج وتحيه كبيره للشعر الله يخليك اذا نقوم نتصل اخرى الو 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 نعم كيف حالك اخي زيد مرحبا سيدي اهلا بس عليك مرحبا معايا حالك والنونس اهلا بس اهلا وسهلا معك زيد مرحبا حالك اهلا بس زين 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 كامل والله شو منه هو قاعد كامل شو منه اهلا خير ما شاء الله تفضل زين من بداية البرنامج انا نروح هذا البرنامج غالب من الراس وحرام يدي قاعد اشكرك على تقديم البرنامج الله الله يخليك واشكر اليونس استضافتك اليونس ونختار عندنا قصيدة غزة والعاد هم مديح للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام والله اليوم طلع العاد ذم رزاع قطع عدلوا لمحمد سالم العدود قلت الله يعني الله علينا عليكم وهون طلع نختار ما خاف عليه هي من رزاع مولى محمد سالم العدود والله يحكيها لي زينة مازالوا ست دقائق أرض العالم ما تسمى فقدت عالم وسالم محمد سالم وسمى فقدت محمد سالم زيحت إذا عقالت ماتلة محمد سالم سالم وللمنابر كاملة عاقب محمد سالم رحمة الله علينا وعلى الله الله شكرا شكرا جزيلا لوكلين أجل المطلبات أبو مستمع أخر ألو بالتصل نعم مرحبتي السلام عليكم وعليكم السلام حي احمد سالم حي محمد سالم الشارح يا خير مرحبتي محمد سالم مرحبا وسهلا وسهلا اختار يحكي لنا قطع بينه ويعقوب ذاك الخبر قطع بينه ويعقوب شكرا محمد الموريتاني من الفيسبوك يقول لك اسف يا زين ضيفك ليس بشاعر الله الاحمد الله الاحمد بل هو الشعر ذاته هذا المدح بما يشبه احمده تحياتي لك وله ولكل المستمعين وبرنامجكم الاكثر من رائع نقوم التواصل الو سعدنا مرحبتي الو نعم
عاش المجتمع ولوون وهذا هون. مرحبا ولوون. شوية نقطة الضيف طلعة هون قد سمعت منه وهو رجال هون وكان عربي. ليه؟ لأنه وعده هنا وني في بيا ولا هنا وفي حاجة. ما أنا الله. أقل تالي أنا أعرف هاي الشيخ اللي جماعة. والله ما أعرف. شكرا متصل كينج. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا كيفك اقرب. مرحبا معايا. مرحبا تفضل. انا الحقيقه نحن ساوند بين سعاد بن حتى المدارس بكره. راعي لك رد بكره ولا تقول له قال. انا السلام عليكم الله يعزون قال مخشي. اخبطوا بي بالعجله. راس راس. انا كنت محضر انه كنت ساعته معايا قال يعني لي ضعف لي سوى ما قدرت قاعد اتحمل. ياك ياك ماما وقبعكم هقينا في الاعتذار وما جبنا تخيلي. انا عنده ايش يقول لي بعد رجال. تفضل قولوا قولوا. تفضل. قول بالله امشي انا لله واحمد السالم مات السالم. يا ربي ترحمني لله بالله ومحمد السالم. زين حتى. واحمد السالم مات سالم. بالله امشي انا لله. واحمد السالم. هو محمد سالم قال. لا لاك صمت له والعدو جرح لاك عدو لاك تهتر عدوك شو ما سعندك الجيل ما هو عاد بيهز ويا غير لس. إذا شكرا جزيلا أستاذ غالي. كينج يقول لك تحياتي لك ولضيفك الكبير برنامجك رائع وانت مقدم ممتاز الله يستر إن شاء الله. بانا متصل. ألو 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 أنت. السلام عليكم. مرحبا سيدي. معكم احمد نوري ثاني. متاكد انا عنك مالك مفز ولا لك؟ لا انا متاكد منه لا لك من باراغواي. تفضل بالعجله. شاكرك على برنامج على برامجك تقدم في الصحراء مجال. الله يخليك ان شاء الله. شاكر برنامجك ضيفك الكنيس. انا معجبين بقنا حتى ونبقوا زين عندنا قناع مودي. حياك الله. باقي فينا انا لسه قطع اخر مداخله في فيسبوك نقراها. والله ثنتين اميره ريم تقول والله الا وخيرت مش يداك ما شاء الله من الادب الحسان الزين والحكايه. وتحياتي لك زايد ملي المنيه قالت مرحبا بك زايد وضيفك الكريم. اخر واحد مصطفى قال لك السلام عليكم اخي زايد تحياتي لك وضيفك ارجوكم استخدام كلمه اخرى بدل عباره نعم مستمع لان على التليفون انا قاعد ما نقول مستمع نقول متصل. انت تبغى نبدل عدلته اذا الحين سالم باقي لنا دقائق عندك طلبات غزه ايوه عندك مدفع الرسول صلى الله عليه وسلم وعندك فاتيس محمد تقول الشبه التوتي اذا هذا بثلاث دقائق توتي خلاص توتي توتي قالوا توتي وغزة ومتحف الرسول صلى الله عليه وسلم أين نختم متحف الرسول صلى الله عليه وسلم نختم متحف الرسول لا كشبه إذن اتفقنا بصلالاتك وزوسكاتك وبرورك لمماتك وخخوتك وخواتك وبحججك وظهورك متنقنق لحو مماتك وعلى لابك وبححورك والقدقدرة عدلالاتك عن غيرك فمومورك وعمامالك والسساتك مهيوب في دهورك مس مسموعك كر كلماتك وابن نارك وابن نورك ويتبب بعوط وطياتك خلق الله ويززورك بسبسكاتك وسلالاتك وبحججك زين حد إذا قلت لي غزة غزة دقيقة واحدة تقول لي طلعت غزة يا خياتي يقولي عرفوا عنكم فيد القدرة من الدليد الغزة غزة مات وحرر بعبر مصر زقلنا ريان وصيام للعام وقبل ذاك العام زقلنا ياسر من الاعلام وردمناهم في الرفح ورا زقلنا دشره فرض الشام بقى ترمي خلا عبرا زقلنا بغداد بتخمام غدره والكوفه والبصره وزقلنا صدام بالاعدام ما هو حد حرك شعره ودخلنا حرب على الاسلام وتواسينا قد الدفره ما هو راجل من بلوقان ما قامت سول ايام امراه ما هو حد الشوط بالعوام والله زبله والله حجره ما هي صلوه ما هو صيام ما هي حجه ما هي عمره ما هو حد يصير الارحام يعطي خمسه والله عشره ما هو حد يعاوني بحزام والله وزرع والله وبرع ما هو شعب يطيح نظام جايب للشعوب الكسره ما هو حد يحرك لفه ما هو حد يدور سطره ما هو سبه ما هو تخمام ما هو عود وله بعره ما شفتوا وسائل الاعلام ما فيكم حد اسمع نشره ما شفتوا هذا من غلام مو من مولود
موجود على الفطرة يرضع ما فات الحق الفطان. شاكلته من دم وحمرة داخلها مطرق من قدامه مرقم شاكلته الأخرى ونيزي ما فاتت عمرة عام. أغلى من ياقوتة حمرة كيف الياقوتة تجي في رزام لحمة سيقتها من كسرة كيف اللي كانت في الحمام الدم اللي قطع الله يبرد لنا سير ما شفت راسي من حطان مكوت ومكوتة الأمراء مكتولين البارح نيام كتر بالغفلة والغدرة ما شفتوا شعب مرقد خيام ماشي يثرن حش طرح وفاتن عراتن قدام الشمس وقدام السمراء أخي يا تقول قلت له مديح رسول عليه الصلاة والسلام قوله يسوق عبد الله مولي عشر عام يسوق عبد الشير بديه وكرعي عبد الله مولي عشر عام عشر عام متحرر صلاة من لا شيء جري للصبح راكدين حكومة متأني يبي اللي مغشين احنا لنو أسس العريقة لا هي لا لا هي تقطع متحرص بصراحة ولا زاد هي مودي متحرص كل بينهم عشان هو واضح هاي المؤسسة حد في الأخبار لا بينهم عم متحرص كل هو واضح محمد صلى الله عليه نبغيه وزر ونتوالى ومعد اللي باش نبغيه لوجه الله تعالى هو صفوة صفوة عدنان وهو باش يتباش العيان وهو سيد سادتهم بان بالنور وجهه يتلالى ومن مثل الحجة والبرهان عنه مرسول الرسالة مكتوبة على عرش الرحمن اسمه تحت اسم الجلالة وجاب كتاب الله القرآن وجاب الرحمة والعدالة واخبط بين الكفر والإيمان بحصاته وخبطتها الصالة يمشي بالشارع على تهدان وفوق دون الشمس ظلالة والرجالة كامل بعلام ما تلحق له سير معالي زين حد صلى الله عليه وسلم إذن في نهاية هذه الحلقة أشكر الأديب والأمير الرائع أحمد سالم اليونس والمهندس عبد الله ولده من أوراء المرأة ولي تقدركم تحياتي هذا زايد وحييكم وهذا قاعد نص ساعة عند على اللابونيس اشتاني نص ساعة على طرف الصحرامي دابل الساعة ما إذن هو ساعة ونص من بونيس إذن إلى اللي تقدر إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته